هذيك الحالة اوكي دي الهيش اي حولونا ولا لا ما يحولوني ما تصورت مشاهدي قناة شوف تيفي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء من العاصمة الاقتصادية. الصورة كافية أنها كتعبر على نفسها بنفسها. للأسف الشديد أن هذه الصورة هي بمدينة الدار البيضاء بالعاصمة الاقتصادية وبالقرب من أرقى الأحياء بمدينة الدار البيضاء. لا يفصلهم بين الأحياء الراقية سوى بضعة أمتار. إلا بالله العلي العظيم صراحة هادشي كيوجع القلب كيضرو أن لازالت في مدينة الدار البيضاء وفي سنة 2020 لازالت بعض الساكنة تعاني. من مثل هاد الأوضاع كيجيو يلوحوا فيه النفايات كيتجمع الزباد شي حاجه ديال البنين اللي كان تيجيو يلوحوا هنا راه جام هنا اون فاسما. ولات مستودع ديال النفايات ولا شي حاجه عارفين حنا عرفت علاش غير هاد الناس ديال الفيلا مولا عيطوا يطفيو ماشي كان غادي يمشي مازال هنا كاين ورا وكاين كريان هنا ورا وكاين كريان هنا ورا يعني كاين شي اربعه الكريانات في هاد المنطقه كاملين قراب لبعضياتهم هنايا في هاد الفيلات اللي كتشوف هنايا راه وحده فيهم ديال وزير المعقوق كريان لان مشاهدي قناة شوف تيفي سنقربكم اكثر من هذه الحالة أو الوضعية التي يعيشها ساكنات هذا الكاريان قريب جدا من أحد الأحياء الراقية لا يفصلهم أو لا تفصلهم سوى عدة أمتار قليلة جدا. نعم إنها مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية
تخيلوا معايا بعد يومين ديال الامطار كيفاش غتكون حاله هاد الساكنه. هاد الناس لا جات الشتا كتكرفصهم ولا جات، لا كما كنقولوا دائما الشتا كتغرقهم والشمس كتحرقهم. للاسف الشديد كنتمنوا ان هاد الصوره توصل للمسؤولين بهاد المنطقه، كنتمنوا من المسؤولين انهم يشوفوا هاد الناس هما خاصهم الوضعيه حيت هما عندهم حق الاقامه، اللي كانت الاستفاده هما من حقهم يستافدوا.